ويا صباح الخير ويا صباح النور ويا صباح السرور ويا صباح التيسير والرزق والسعادة على أحلى جميلات. مرحبا بكم معايا في يوم جديد، يوم إن شاء الله اللي غادي نبداو بطاقة غزالة إن شاء الله يا ربي، مع خصوصا مع هذا المورال الصباحي. شوفوا لي واحد البريريد اليوم، درت ما درت فيه لا نعناع لا والو، درتو كله غير بالتخالط كما صورتهم ليكم ديال اوريكا، كنت جبتهم معايا اخر مره مشيت المغرب، ومع هاد الطبيصيل الجميل مع الزويت البلديه تاعي ديال المغرب والزيتون الكحل ديال المغرب. صافي غادي تبدا عندنا النهار ديالنا. مرحبا بكم معايا في هذا اليوم الجميل اللي غادي يكون عندي فيه الشله متقدا. المهم البنات قالوا لي في اخر فيديو توحشنا بزاف الروتينات ديالك، روتينات الحماس والنشاط، فلهذا اليوم غادي يكون فيديو ناشط. غادي نشارك معكم روتيني ديال النهار اللي قبل ما يجيو عندي وليداتي، شنو الحوايجات اللي كنحاول ندير، ينسوك كتكون تقضيه، كنحاول نقضي شحال من غرض وغرض. حاجه اللي كومونديتها دابا تقريبا 3 ايام ديال التنظيم، المهم غادي نرجعوا ان شاء الله الفيديوهات تاع التنظيم، لان شحال هذه وانا عاكزه على شحال حاجه باغا نقادها في الدار من ناحيه الترتيب من ناحيه الديكور، خصوصا الصيف صراحه ما كنبغيش نبقى في الدار بزاف، كيعجبني نخرج نفوج نستمتع بالطبيعه لي بيكنيك. فدابا ان شاء الله دابا غادي ندخلوا في الخريف، تخيلوا معايا صافي راه راسي ما مطيقش انه الصيف صافي سالا. انتوما قولوا لي كيفاش دوزتوا صيفكم، سافرتوا للمغرب؟ كنهضر على المغتربات واللي في المغرب، فين سافرتوا؟ سافرتوا داخل المغرب ولا خارج المغرب، ولا من الناس اللي دوزوا غير في الدار وخرج مره مره؟ المهم ان شاء الله خليوا لي كل شيء في التعليق، شاركوا معايا. كما قلت لكم كنت كومونديت واحد المنظمه، ان شاء الله بغيت نديرها للصبابط والصنادل في الدخله ديال الدار. المهم انا غادي نهبط نوريكم اللي دايره حاليا، ما عجبتنيش وكيبقاو الصبابط كلهم باينين ومرونين وما عجبنيش الحال، فلهذا خديت بحال واحد البلاكار اللي غادي نكتشفوه اليوم مع بعضياتنا. وارك ارك البريكولاج عاوتاني. المهم هنايا ها انتم هبطتكم لتحت، هذه هي الدخله. المهم انا عندي كبيره، عندي هنايا هاد الخويه هذه كبيره ان شاء الله ناويه من بعد غادي نبنيها، راه غادي نشارك معكم مراحل كاملين. وهنا دابا انا في الدخله قبل ما يطلعوا هكا الدروج زعما يطلعوا عندي الفوق، ما كنحملش اي واحد يعتب هكا بصباطو، الوغ دائما كندير في الدخله الطابيه فين يمسحوا رجليهم الا كانت الشتا ولا الثلج ولا شي حاجه. وكيجيو هنايا دائما تما كنكون حاطه البانطوفات ولا الصنيدله ديال الدار، كتجي هنايا كتحطي سبرديلتك. المهم هنايا نورمالمون هذا الشيء راه ماشي هو كله اللي كاين دابا، مثلا غير هاد لا سيزون مثلا السبرديلات والصنيدلات حاطه داكشي اللي غنستعمل مثلا انا. المهم هاد البلاصه هادي راه شفتوها فيها ثلاثه طبقات، دايره واحده هكا ليا، واحده فيها اربعه يا ربي، دايره انا جوج ليا بيان سور انا عندي الكم الاكبر، دايره المهم هذيك البالغينات والسبرديلات وداكشي اللي كنحتاج دابا، ولتحت دايره واحده الاليزه واحده الاريز. المهم كما كتشوفوا باين هذاك الشكل ديالها ما هواش، يعني كيبقى داك الشيء ما عرفت حتى المنظر، حتى المنظر ديالها ماشي شي حاجه زوينه. هنايا على عقلتو كنت درت هذاك الرونجمون، المهم صراحه هو نفعني، لتحت كندير مثلا داك الشيء تاع الطرابش والكاسكيطات والليغات وداك الشيء ديال البرد، هنايا كيكونوا غير جاكيطات، ولكن باقي عندي فيه ليسباس الفوق في الحيط كبير. ان شاء الله كما قلت لكم راه ناويه ندير لي واحد ديزاين وغادي نبني. ما كتجبد هاد الصندوقه ما عرفتش علاش كتشد لي كتشدني الضحكه. المهم حتى انا هادشي بيا بينو غير الخير والاحسان، المهم دائما كتشدني الضحكه. المهم ها انتوما هي الكرتونه الثقيله، المهم هادي هي الكرتونه براخ يا بسم الله. عرفتي بعض المرات هاد الفرشه هادشي ديالو الزبل ديالو كثر كثر من البرودوي، كتبقاي تحيدي تحيدي، هذا هو اهم حاجه. عرفتي هاد الشيما اللي خاصك تتبعي الا مشات تضرات لك الورقه، المهم كنهضر على شي وحده بحالي صافي مشيتي فيها. هادو الخوان ديال الطاجيرات، هادو الجناب ديالهم، هادو البيبان شفتوهم زوين من الشف، هذا هو الباب. دابا وصلت اهم مرحله وهي مرحله التركيز. عرفتي فين ما كنشد هاد لي كاتالوج كنحس براسي كنبدا ندور الوراق حيت شي وحده داخله الامتحان، يا اما تخرج ناجحه يا اما تخرج ساقطه. صافي المهم نشوفوا اهم حاجه شحال من خطوه، 13 خطوه البنات اللي خاصني نتبع. يا بسم الله دابا غادي ندوز نبدا بالبيبان. المهم كما تشوفوا هذا هو الدخل ديال الباب وهذا الخارج ديالو، عندي اربعه من هادو غادي ندوز دابا باش غادي نفيكسيهم. هذه داك باش كيتحل كما ما عرفتش عنده واحد السميه، المهم هذيك السداده والحلاله السداده والحلاله زوينه السداده والحلاله
دوك اللمسات الاخيره وطلع لي واحد دم البنات ما نقولش لكم تعصبت وتفقص لانه المهم البلاكا كلشي داز بخير وعلى خير. المهم هادو البيبان غنوريكم نشرح لكم البيبان نورمالمون كانت فيهم شويه الخدمه وكيخصك تلصقي هادي هادي فينا عاوتاني هاد البياسه هاد البياسه. المهم فيها بزاف تاع اللعيبات. المشكل اللي وقع لي درت غلط بسيط هو انه خالت واحد الفيسات والنتيجه انه البوانيه اللي هي اهم حاجه تفرى لي الفيس ديالها الا انه ما كيعطوكش كيعطيو داك الشيء حدو قدو زعما فيس واحد خسر لك ولا تفرى لك ولا تودر لك كتضرب لك كلشي في الزيرو. ما هذا دابا نورمالمون فاش درت الغلط وبغيت نصلحو جيت دابا بغيت نفيكسي صافي ما بقاش. هانتوما تشوفوا هذا شتو وحتى هذاك التورنوفيس باش نديرو صافي بحال اللي كيبقى كيدور في بلاصتو ما بقاش بغا يشد ليا. هانتوما شو كي كيلعب دابا هذه جاتني الغلط وقع ليا في البوانيه يعني البوانيه اللي هي اهم حاجه باش نبدا نحلو نسد البلاكار ما بقيتش لقيت لها حل. شوف شتي كتلعب كلها لانه هذا ما بقيت لا قادره نخرجو حيت كيبقى يدور بلاصتو ما انتي قادره تخرجي ما انتي قادره تزيري. شوف ديك الفقصه اللي ناقصاني ملي كتعواج كتعواج كتزيد تعواج كثر. شوفوا واش وقع ليا دابا هاد الفيسات هادو كلهم طاحوا ليا ودابا غير غادي نهزو كلشي نورمالمون حيت هادي كتديري فيها الفيسات وكلشي وكتسد. دابا مع تمالا كحليتها بجد هو يطيحوا ليا الفيسات. دابا شو الحريره كيخاطر تكون غادي تهزيها كلهم غادي يطيحوا وخاصني نوض نبدا عاوتاني نرتب كل نوع بوحد. رجعت دابا كلها مسمار لبلاصتو هنايا وصلت لمرحله تقريبا قبل من الاخيره بديت كنلصق في الباب لصقت الاولاني ودابا غادي ندوز للصق الثاني واخيرا كملته. المهم ها هو الشكل النهائي ديالو. المهم اول حاجه بزوين انه كيبان انيق ابيض على حساب الصباغه ديال التحت يعني ما غاديش زعما زوين حتى الفوق كيبقى لك هكا مثلا بغيتي تحطي فاج شميعه مثلا داك المعطر كيكون انا دائما عندي في دخله الدار كنخلي معطر هكا دائما كيعجبني نعطر دخله الدار. والتحت كان هو هذا غير هو فاش كومونديتو كانوا توقعاتي غادي يكونوا الطاجيرات غارقين شويه. المهم انا دابا هنايا غير يلاه بديت غادي نحط شي لعيبات باش نشوف القياس شحال يقدر يهز. المهم هنايا مثلا قلت انا ناخذ وحده اليزا وحده واريز وحده ما غاديش يهز مثلا واحد الكم هائل ديال السبرديلات ولا ديال الصنادل مي كوميم غادي يبقى انيق ومنظم وحتى الشكل ديالو زوين مقارنه بهذاك المنظمه اللي دايره انا مثلا في الوقت الحالي. قولي نتوما كيفاش جاكم واش اختيار موفق ولا غير موفق. انا تمنيت الحاجه الوحيده هو كون مثلا ركزت اكثر مع العبار وخديت واحد زعما عريض ولو غارق اكثر من هذا. دابا خرجت من الدار عشي خرجت حليت الشراج من تهوى حسيت براسي تستريس عشي والله الا حسيت براسي بحال دوزت امتحان ومستريسي وباغي غير فاش نخرج من الزنقه نتنفس هذا هو الاحساس ديالي. المهم خاصه هي مرحله وقت فاش نكثر ان شاء الله مازال دابا لان كما قلت لكم مازال ناويه ان شاء الله نبدل شحال من حاجه في الدار وباغا شي ديكورات نقادهم انا زعما راه ندير التوج ديالي في الدار. مازال غادي نتفرج فيديوهات ديال الميريكانيين صراحه عندهم فيديوهات زوينين ديال هذاك الشيء البريكولاج ديكوراسيون وداك الشيء نحاول نستوحي شويه ونشجعكم حتى اللي دايره بحالي تشجع حتى هي ان شاء الله تنوض دير شي تغيير هكا في دارها. صراحه فين كديري شي تغيير كتحسي حتى نفسيتك كتولي فرحانه وسط الدار. الخبر هذا خصيصا الناس اللي عايشين في المغرب او الناس اللي عايشين في مصر. الاستاذ سامر جسري غادي يدير جوج زيارات لمده محدوده في هاد الايام هادو بالضبط. سارعوا غادي تكون اماكن محدوده لانه غادي يجلس فقط لبضع ايام في كل من مصر والمغرب. كما كنقول لكم دائما الا كنتوا اول مره غادي تسمعوا بهم مهتمين للهجره كندا هو استاذ مستشار محلف قانوني ومعترف به من طرف الدوله الكنديه عنده خبره كبيره في مجال الهجره عنده ايكيب عنده فروع ومكاتب في عده دول. تقدروا من دابا تريزيرفيو موعد معاه مباشر تاخذوا ورقه تسجلوا فيها جميع الاسئله اي اسئله باغين استفسارات شي معلومات باغينها عندها علاقه بكندا قيدوا كل شيء في لاجوندا حدوا معاه واحد الموعد تقدروا عبر الواتساب او عبر لوليا اللي غادي نخلي لكم في اول تعليق تواصلوا معاه ان شاء الله وشدوا رونديفو. دابا راه سهله عليكم تقدروا ديروه غير عبر الموقع ديالو اوفيسيال ان شاء الله باش تخصص لكم موعد لانه غادي يجلس لبضعه ايام فقط غادي يبدا بمصر موراها مباشره غادي يشد الرحال ديالو للمغرب تحت شعار لنبدا النجاح سويا. ان شاء الله الناس بزاف بزاف جاوا على طريقه الناس اللي باغيين يجيو غير سياحه وترفضات لهم من الفيزا
شحال من مره كاينين الناس بزاف ربح لهم لوكا ديالهم، الناس اللي باغيين يجيبوا عيالات، باغيين يجيبوا رجالهم او رجال باغيين يجيبوا عيالاتهم وما عارفينش كيفاش يبداو الخطوات، كيعاونكم ان شاء الله. الناس اللي باغيين يجيو يديروا استثمار هنايا، الناس اللي باغيين هجرات، الكفاءات كيدير لكم مجموعه، عنده مجموعه ديال الطرق كيفاش يقدر يعاونكم، وحتى اللي تعكس لهم لوكا ديالهم بامال دو فوا او ترفضات لهم فيزا كيقدر يشوف فين كاين الخلل، كيشوف معكم الثغرات اللي يقدر يعاونكم بهم. ولا شاف ان لوكا ديالكم صعيب من الاول او يعني ما متوفرينش فيكم شروط الهجره، ما كيضيع لا وقته لا وقتكم، يعني من الاول كيكون واضح معكم. الا بان ليه زعما مسائل عندكم يعني حدود، راه كياخذ لوكا ديالكم. ما بالكم ما عندوش حدود، راه من الاول كيقول لكم باش ما كيضحكش حتى على الناس، يبغي يعني حيت كاين المكاتب الله يهديهم كيبداو يعيشوا الناس الاوهام، باغيين هما منهم غير الفلوس، غرض مادي فقط. للاسف هكاك، علاش كنقول لكم دائما تسولوا على راسكم قبل ما تمشيو لاي مكتبه الهجره. وملي كنقول لكم الاستاذ سامر الجسري، راه ما شاء الله سمعتوا سابقاه، الناس زعما الناس ما شاء الله بزاف اللي مشاو عنده، الحمد لله تيسرات لهم امورهم. وهذه هي الوقيته، يعني حتى الناس اللي باغيين يديروا خطوات او عندهم بزاف الافكار مضاربه في راسهم ما لاقينش لها اجوبه، لان بعض المرات الغلط اللي كيديروا الناس هو كيقول لك هكا كان عندي شي حد في كندا وكنسولوا داك الشيء. شوفوا الناس واخا يكونوا عايشين في كندا مي ما كيكونوش عارفين يعني معلومات مضبوطه، لان حتى القوانين كتغير دائما في كندا. بعض المرات كيفتحوا قوانين لمده محدوده اشهر اللي كيقدروا الناس يستافدوا منها باش يجيو لكندا. فبحال هاد الامور هادو من الاحسن دائما تمشيو عند الناس اللي مختصين، اللي منين غادي يعطيكم معلومه غادي تكون معلومه نيت مضبوطه وموثوق فيها. فمهم ان شاء الله غادي نخلي لكم الكونتاكت كيفاش تقدروا تاخذوا الرونديفو في اول تعليق. ودابا نمشيو للسوبر مارشي نتقداو ان شاء الله. هنا واحد الثلاجه زوينه، مهم ديال الخضره. بعض المرات هكا كتبغي مثلا كتجي مزروبه من الخدمه ولا شي حاجه كتبغي هكا شي حاجه تصوطيها، كاين هادو بعد مثلا بعض المرات كديري هكا تسوبيهم كيجيو فنين. هذه بحال هذيك البطاطا الحلوه هنايا عندنا في الحمراء كتصوطيها. كاين مثلا شوفوا تمن الباربه، تمن الباربه شوفوا حتى هي مقطعه، حتى من لي زيبينار، لي زيبينار حتى هما كيتباعوا مقادين هكا، اللي كتبغي غير تزيد عليهم العطريه وديرهم، واخا ما كيجيوش بحال الطريقه اللي كنديروا حنايا. مي كما كنقولوا هادو غالبيه بحال الثلج، غير الناس اللي كيجيو مدروكين وباغين ياكلوا هكا شي حاجه دغيا بحال الجلبانه. الجلبانه حنايا هانتوما اللي عزيز عليها الطاجين، الجلبانه بالدجاج ولا باللحم والزيت ومسلاله، هانتوما الجلبانه، اللوبيا الخضراء هانتوما اللي كتبغي. بعض المرات كنصوطيها زوينه كنديرها مع اللحم ولا مع الدجاج. هذه حتى هي ديال ليغوم هكا واحد الميلونج كيجي زوين في السوب. دابا جيت لهاد الثلاجه هذه ديال الكونج اللي نوريكم بعض المرات اشنو كيكون المنقذ الصباحي. راكم عارفين الحيره كل صباح بعض المرات كيخصك ضروري تنوعي للدراري في الفطور، نهار طوست، نهار سيريال، نهار اومليت. المهم بعض المرات هادو كنخليهم دائما احتياطيا عندي، واللي هما كاين مثلا الوافلز، كاين مثلا هادو لي بانكيك، كاين الوافلز اللي كيكونوا بلي شوكولا، اللي كيكونوا بالفروي. بحال دابا انا هادو كناخذهم بعض المرات كنزيد لهم معاهم البنان فريز ولا هكا شويه اللوز في الجنب ولا هكا يوغرت، وكيكون فطور زوين متكامل. بعض المرات كتشوفوني ملي كندير هكا دي ساندويتش ولا شي حاجه وكندير معاه الفريز كيعجبكم، واحد الفريز كتقولي انت صار كيفاش كتصدق لك زوينه. انتم البنات راه عندنا هكا هاتي عندنا واحد الثلاجه كبار ديال جميع انواع الفريز، ها الغليظه، ها البوتيتوس، ها الحاره، ها الرقيقه، الغليظه. المهم هادو هانتوما شوفوا كيفاش مقرملين. انا هادو شخصيا كنديرهم يا اما في الفران يا اما في الاير فراير، ما كنقليهمش، زوينين. شوفوا كيفاش داير بحال داك، بحال دوك تماما ديال السوبر مارشيات. ورا شوفوا كتلقاو باكيات كبارين، كتلقى فيهم مثلا هادي عليه 2 كيلو، يعني شو كيلو 800، دابا هاديك ب 10 دولار. الناس اللي فاميلي كيكونوا كبار عندهم زعما هكا الوليدات كثار وداك الشيء كينفعوا بحال هاد الشيء هذا. غنوريكم شوفوا هذه اللي كتجي كروستيون وكتجي زيكزاكي، راه هي ديك البوتيتو الفوقانيه كتجي بالاعشاب. شوفوا هذه اللي كتجي زوينه في الفطور مع الاومليت ولا شي حاجه حتى هي هكا في الصباح مع الوليدات. وعاد كاينين عاوتاني بحال هاد لي غاليت هادو، اش حتى اللبن كيسولوني عليه البنات، هو هذا هو البابور ولا الباتر ميك بالانجليزيه. اكثر ستريس في التقضيه هنايا كنظن في كندا ولا اوروبا ولا امريكا هو انك ما كتقدريش تاخدي اي برودوي. بحال دابا مثلا غير اليوغرت، اليوغرت بزاف بحال دابا هذا هذا الاكتيفيا كلهم فيهم جيلاتين، الوغ كيخصك دائما تبقاي تهزي وتقراي المقادير. الشخصيه اللي كناخذ لولادي في الغالب واللي هو هذا ايوغو، هذا شفتوه وفيه بزاف النكهات. بحال دابا هذا زوين،
كاين هذا هو اللي كيحمقوا عليه، لان فيه الحامض، فيه داك ديال الكريم كراميل، فيه اللي بنكهه ديال بحال الكابوتشينو. شحال كيعجبني نجي لهاد البلاصه هادي السيكسيون ديال الخضره والديسير، تحمقني. شوفوا غير الشوفه فيها كيبان لكم دوك الالوان مبهجين، هالصفر هالخضر هالاحمر، هاد الباليت ديال الضلع لقيتو طار قاد شويه. هذا شوفوا الباليت قداش البنات هنا كيطيروا بالضلع. المهم قولوا لي نتوما شنو لاستوس اللي كتبعوا، واش كتعرفوا الضلعه راه زوينه وحلوه وفيها الماء احسن من هذيك الباسله. المهم كاين اللي كيقول لك خاص تكون فيها طبعه صفره كبيره، كاين اللي كيقول لك من الراس ديالها كتعرفيها واش مزيانه ولا لا. المهم عطاوني نتوما لاستوس البنات. مع وصلت للدار ما درت لها لها، حطيت هذيك التقنيه تما وجيت منيشه، جبدت الكوكوط وجبدت اللوبيا. عرفتي اش وقع لي؟ جالسه كندور كنتقدى، غدا نخلص حتى كندوز حدا على القطنيه، عرفتي وجاتني واحد الشهوه ما نقولش لكم على اللوبيا. اللوبيا صغيره، هاد حنا كنقولوا اللوبيا البلديه. قلت الله وين نهزها ملي وصلت للدار لقيتها باقا عندي. المهم اخر مره كليتها يمكن قبل رمضان، وقلت والله الا احسن حاجه هي تكوني غادا تقضي وترجعي بشي فكره ديال شي شهيوه زوينه، خصوصا شي طويسل ديال اللوبيا فاعل تالك مع طويسل ديال الشلاضه وعيشي لي الحياه. المهم دابا هنايا مع هادي كما قلت لكم راه شحال هادي هي عندي، انا واش ندير قبل ما غادي نديرها كنحيد القديمه، ديما هي كتبقى هي الفوقانيه، وكنعمر الجديده باش ملي كنبغي نطيب ما نسبقش عاوتاني نخلي القديمه عاوتاني تجي. المهم انا غادي ندير القياس صافي تقريبا بحال هكا، وعاد غادي نزيد هادي. وناس غادي يقول لي انت صار كيفاش غادي ديري تقضيها دغيا دغيا باش طيبيها، لان هي نورمالمون كما نعرفوا كيخصها تبقى على الاقل خمسه السوايع مرقده ولا ليله كامله. ما هي الطريقه وغادي تنفعكم ان شاء الله. من الحوايج اللي علمتني ماما من شحال هذه، واللي هي الا موحشه اللوبيا ولا باغا الحمص واقفه لي على الحريره ولا شي حاجه، كيفاش ترقديه وجلدك ما بين 20 حتى 30 دقيقه وتوفري على راسك الوقت. هنا كما تشوفوا واحد المعلقه هكا ديال الملحه، غادي تاخذوا هنايا البنات الخميره ديال الحلوه هكا، واحد المعلقه حتى هي هكا ديال الخميره الحلوه، والماء يكون مغلي مزيان. غادي تشدو كتغطيو ديك اللوبيا، خاصها تجي مغطيه كامله بماء سخون. غادي تشدو تسدو الكوكوط ديالكم وديروا الصفاره. انا هادي عندي، هادي كنسد دائما هنايا صافي، وما غادي نشعلو عليها ما والو، غادي نحطها غير في واحد الكوا ونخليها نمشي نقضي انا جهري دغيا دغيا ونرجع، وغادي نغسلها ونصفيها ونصبها. هاي الدلاحه اللي اختاريت. المهم شو الدلع عندنا كيوت. معرفتش واش المغرب منتشر هاد الدلاح. المهم انا ولفنا حنا في المغرب كل دلاحه يا دلاحه ما كاينه 20 كيلو 18 كيلو. المهم هنا عندنا الدلاح خفيف ظريف، انا صراحه ما عنديش معاه بزاف. المهم المهم كتجيني شهوتي عليه مره عندك له هو ولا البطيخ. هذا حنايا دابا نقطعوا نوريه لكم. هذا البطيخ هذا ماشي بحال، ماشي هو نورمالمون عندنا هو السويله في المغرب كتكون هذيك الخضره من الداخل، هذا عندنا حنايا ليموني ماشي بحال في المغرب سبحان الله العظيم. صافي وهنايا السعاده ديال الغدا ان شاء الله. المهم خديت هنايا جوج باريزيانات القمح، كنقريهم دائما في اير فراير بحال اللي شفتوني في الصباح. قبل ما نبدا التقضيه ديالي بغيت نوريكم غير واحد لاستوس كنتبعتها صراحه للثلاجه ونفعتني، وكتبقى دائما الثلاجه نقيه وسهله يعني حتى في النيتواياج ديالها دغيا دغيا. المهم هنا قبل ما نبدا التقضيه قلت بلاتي نصور لكم المجوره. ها نتوما الا عقلتوا على بحال هاد الطابيات هادو اللي كندير دائما انا في الطاجيرات وفي لي بلاكار وداكشي، كيجيو ساهلين في التخمال وداكشي، درتهم حتى للثلاجه سورتو هادي ديال الخضره والديسير. دابا مثلا قبل ما كنمشي نتقدى غير كنهزهم كنضرب لهم مساحه خفيفه قبل ما نبدا ندير عليهم تقضيه جديده. شوفوا ها نتوما التحت دائما كيبقى نقي، حتى داك التفرتيت ولا داك الشيء اللي كيبقى يطلق الخضره وهداك الشيء كتبقى لكم، كيبقاو لكم المجوره ديالكم دائما نقيين. هنايا كناخذ لهم هذا داير بحال المخيميرات كنحلو نوري لكم، هذا تا هو زوين بنات كندا وامريكا. شوفوا كيجي بحال المخمار شفتوه زوين، هذا كيجي في لي ساندويتش بالبيض ولا كيجي هكا بالكونفيتور والعسل ولا هذا كيجي زوين حتى في لي ساندويتش المدرسه. بارفو كنعمروا لهم بستيك هكا ديال الدجاج ولا الحوت ولا شي حاجه كيجي زوين. خديت هذا لاصوص بلونش، هذه حتى هي شوفوا هذه فنه كتجي، هذيك صوص الفريدو كتجي في لي بات وداك الشيء كتجي زوينه. المهم هي الخضيره غادي نحاول ان شاء الله ان كل حاجه تشد بلايصتها. المهم حيدت عليا التقضيه اليوم بخير في الاخر، بقيت البنات لقيت واحد ربعه الكبالات. المهم فرحت بقيت كنبقشش حتى طحت في هاد ربعه الكبالات،
كنسلقوا مع الماء وشويه تاع بعض المرات كنزيد فيه معلقه تاع سنيده. هادشي كيجي زوين بزاف وحتى الدراري كيعجبهم. هنايا ضربتها الدلاحه بواحد التقريعه فعله تاركه. المهم كما كتشوفوا كتجيني بهذه الطريقه دي سهله، كنحيد لها القشره ديالها كامله بموس صافي. وهذه الطريقه هذه كتجي سهله حتى لوليداتي لانهم هما اللي عزيز عليهم هادشي التيخ والدلاح. انا راه نادرا فاش كناكلو، المهم تقديتو لهم هما. غادي نديرو لهم هنايا في بواطه كبيره باش يجيهم ساهل. بعض المرات هكا كيجيو مجوع ولا بغاو ياخذوا شي فروي يحلوا الثلاجه كيجبدوا الزليفه وكيعمروا فيها البطيخ يعمروا فيها الدلاح. هاد البواطه هادي في خاطر عشاق الدلاح والبطيخ. المهم صراحه كتجي براتيك بحال هكا، كاين ما فاش ما كنقطعش كتبقاي عاكزه عليها تقولي بلاتي نقطع الطرف نزيد الطرف. المهم بحال هكا مخيره. ست التقضيه اللوبيا ها هي واجده مرقده، المهم ضروري كتغسلوها مزيان كتصفيوها عاد كدوزو باش كتنصبوها. المهم درت انايا مطيشه، دابا غادي ندوز ندير هنايا واحد البصله مشلضه متوسطه، غادي نديرو شويه ديال الزيت صافي. وغادي ندير هنايا الربيع. السر اللي كما كنقول لكم دائما كيعجبني، المهم كاين اللي كتجي غريبه لا في اللوبيا ولا حتى في سميتو في الحريره، واللي هي واحد رشه ديال القرفه، واحد راس معلقه صغيره. كاين اللي كيقول لك ما يمكنش القرفه في اللوبيا ولا الحريره، جربوها وردوا عليا الخبر. هادشي راه فريمون كتجي فنه كتحمق. المهم هنايا كندير غير واحد، المهم غير شويه، المهم واحد الراس هكا صافي. وهنايا الخرقوم بزاف سكينجبير الملحه، المهم راه كلشي كنضر ما كيعرفش، ما كاينش اللي ما كتعرفش كيفاش طرق طيب تنصبها. ما بقى لنا الا نرويها. انا دائما كنروي بالماء مغلي باش دغيا دغيا كيطيبوا ليا صافي. نزيدو عليها صافي. طفيت على اللوبيا، دابا غادي ندوز هنايا نصايب المرافق ديالها واللي هو واحد طبيصيل. المهم هذه ماشي طبيصيل هذه تاكره تاهي ديال الشلاضه. المهم درت هنايا مطيشه، درت فليفله حلوه، درت المعدنوس، وهنايا خديت الخص اللي قطعته هكا رقيق. تقدروا تزيدوا الخيار تزيدوا المايس، المهم انا هكا كتعجبني هاد الشليضه هذه صافي. وغادي بالنسبه للتقويمه راه خلاص زويته البلديه مليحه والبزار وعصيره ديال الحامض. هنايا البنات شوفوا لي الشليضه كيفاش كتجي، يا سلام اما يا سلام ديال بصح. هو هاد التاكره هادي ديال اللوبيا شوفوا البنات كي كتجي، انا كتحمقني هكا المريقه تكون عاقده، ما كتعجبنيش ديك الميه وما كتعجبنيش عاوتاني ناشفه، كتعجبني هكا المريقه كتكون هكا زويونه. نقول نصبق هذا ولا نصبق هذا؟ نورمالمون مولفه ديما نصبق شلاضه. المهم دابا الشلاضه مسكينه قلت نخليها في الجنب هذيك نختم بها. دابا ندوقوا اختي شغل ايدينا، بسم الله. سيري انتي صلاه يعطيك الصحه، جات رائعه رائعه، سورتو جات زايده شويه البزار وحط حرحيره فيها ما نقولش لكم. المهم دابا اللي بشحال هذه ماكلات اللوبيا بحالي تنوض تمشي ترقدها بالطريقه اللي قلت لكم دغيا دغيا كترقد. الا تشهيتي دابا ما عندكش الوقت تبقاي تسناي فيها تترقد ديري هذه الطريقه كتجي صراحه يا سلام. دابا يا البنات المسامحه لانه غادي نوقف الفيديو باش نركز مع هاد الاطباق الشهيه، ونتمنى حتى نتوما تكونوا دوزتوا معايا نهار زوين حماسي نشاطي. نتلاقى ان شاء الله اكيد فيديوهات كما وعدتكم غادي يكونوا زوينين. وبالمناسبه قبل ما نختم معكم، الناس اللي كيقولي انتصار كيفاش نقدروا ندوزوا الطلبيات ديال القفاطن وجلال بلي كتبارطاجي معنا، كاينه الطريقه الوحيده واللي هي عبر لاباج ديالي انستغرام اللي هي انتصار.بوتيك. انا غادي نكتبها لكم هنايا كبيره، تمشيو للانستغرام تكتبوا انتصار.بوتيك غادي يطلع لكم لاباج ديالي. من تما تمشيو تصيفطوا لي ميساج غير تسكريني وغير الموديل اللي عجبكم وقولي انتصار بغينا هذا الموديل في هذا لاطاي هذه، وتكتب من الاحسن تكتبوا لي حتى الدوله فين كاينين نتوما. المهم انا كنصيفط لكندا والامريكا ومعظم الدول الاوروبيه، كنصيفط لهم يعني تواصلوا معايا ديك الساعه ان شاء الله وندير لكم الشحن فين ما كنتو. وتهلاو في راسكم وشكرا دائما على ثقتكم. الهلا يخطيكم، بوسه كبيره ومع السلامه.